كان ممكن أن تكلفني حياتي في أي وقت. أنا مؤرخ قرر أن يكتب تاريخ المدينة في هذه الحقبة الخطيرة جدا. كان ممكن أن تكلفني حياتي في أي وقت، لكن بنفس الوقت كنت أنشر المعلومات الأمنية بشكل عام على الصفحة أو على المدونة، وكنت أكتبها بشكل دقيق، أحيانا أكتبها لبعض الوقت، وأعرف أن هناك جهات أمنية ستتلقف هذه المعلومات ثم أقوم بحذفها حتى لا تستفاد منها داعش. عدد العوائل التي نجحنا بتخليصها أو إنقاذها بلغ أكثر من 92 عائلة موثقة لدي بالأرقام. عائلتي كانت من ضمن هذه العوائل التي تعرضت لأزمة الإنقاذ من خلال الاتصال ببعض الجهات الأمنية، وأيضا من خلال الاتصال بالتحالف الدولي وإيصال المعلومات إليهم. استطاعوا إرسال قوة خاصة إلى المنزل لإخراجهم من البيت. كنت أحرص على الذهاب إلى الجامع، خاصة خطبة الجمعة كنت أحرص على ذلك. كنت أستمع إلى ما يقولون، كنت أذهب أيضا إلى النقاط الإعلامية التي كانت تنشرها داعش في الشارع. كنت أريد أن أرى كل شيء بعيني، ولهذا لا يمكن أن أقول أن هناك لحظة واحدة خطيرة، كل الوقت كان خطير جدا. داعش كانت تمثل على أنها دولة لكنها لم تكن دولة أبدا. كان لديهم جزء خاصة فيما يتعلق بالأموال، كانت داعش دقيقة للغاية في هذا الجانب. وضعوا هالة كبيرة على هذا الموضوع، على أنه داعش دولة دينية، دولة نظامية، دولة تتمتع بقدرات عالية. كل هذا كان كذب. كانوا حين يتعرضون للقصف أحيانا حتى فيما بينهم يبدأون بالحديث عن دولتهم المزعومة، ويتمنون لو أنهم كانوا خارج المدينة أو أنهم لم يدخلوا فيها. يشعرون بالرعب، لا يثقون ببعضهم البعض، دائما يحاول أحدهم الإيقاع بالآخر، يمكنني تشبيههم بعصابة. دخلت وسطهم، دخلت في عمق كبير جدا، لكني دائما تركت مسافة بيني وبينهم. كانت مهمتي هي وضع الموصل على خارطة العالم ليعرفها العالم ويهتم بأمرها، وأن أبرد ساحة المدينة مما لحق بها من أكاذيب، وأيضا محاولة الكثيرين تشويه سمعة المدينة من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب. أتمنى العودة ربما في يوم ما، ولكن رؤية هذه الأشلاء والأنقاض والدمار الذي حل بالمدينة، لا أعتقد أنني سأكون قادر على رؤيتها مرة أخرى.